وهذا يقول يعلم الجميع ما يتعرض له المسلمون في أصقاع كثيرة في فلسطين وفي العراق وغيرها. السؤال: متى يكون الجهاد فرض عين وما حكمه في هذا الزمن؟ يقول: أنا محتاج إلى الإجابة منك لأني محتاج إليها تماما. الجهاد يكون فرض عين على أهل البلد الذين اعتدي على بلده، يكون في حالة استطاعتهم للدفاع، يكون فرض عين على كل من يقدر، أهل البلد المعتدى عليهم. أما في حق غيرهم فإنهم يساعدونهم بالمال، يساعدونهم بالدعاء إذا كان هناك ضوابط للمساعدة ما فيها محاذير وتصل إلى أيدي المسلمين من غير محاذير، لا بد من ضوابط. إذا هو هذا منظم وله نظام عند الدولة وعند المسؤولين، قنوات معروفة، فيتبع هذا حيث تصل إليهم من غير أن يحصل ضرر على المسلمين. وأما الجهاد معهم فهذا يحتاج إلى أمرين: أولا طاعة ولي الأمر في هذا، فإذا رأى ولي الأمر وجهز جيشا لمساعدة المسلمين في بلد من البلاد، فإن الجهاد بهذا يكون من أعظم الطاعات. الأمر الثاني: لابد من طاعة الوالدين في الجهاد التطوعي المستحب، لابد من طاعة الوالدين، لازم أولا من طاعة ولي الأمر، وأن يكون هذا برأي ولي الأمر وتنظيمه، وثانيا طاعة الوالدين لئلا يكون الوالدان محتاجين إليك، كيف تذهب وتتركهم؟ فلا بد من أخذ رضاه. إذا أذن لك ولي الأمر لا بد أن تستأذن أيضا من والديك. نعم.